أهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم وصفتنا حتكون هي كيك التمر مع صوص التوفي أو صوص الكراميل. مكونات وصفتنا حنحتاج كبايتين طحين، كباية سكر، عنا ملعقتين كبار بيكنج باودر، عنا رشة فانيليا وثلاثة بيض، عنا نص كوب زيت، بحاجة لكوب حليب يكون دافي مع كوب تمر أو بين 10 ل 12 حبة تمر. هلأ مكونات صوص التوفي، بحاجة لكباية سكر، كباية حليب يكون سخن، ملعقة زبدة، عنا رشة ملح، وعنا هون ملعقة صغيرة نشا مخلوطة بمعلقة حليب مدوبة، وعندي هون أنا حاطة قشطة، هدي للزينة، هلأ بستعملهم للزينة. هلأ بدي بلش بزر التمرات، بدي حطهم فوق الحليب يكون سخن. تقدروا هون تستعملوا التمر المعجون كمان بيمشي الحال. هون بدنا مقدار كوب تقريبا. رح اتركهم منقوعين على جنب 10 دقائق تقريبا، بهذا الوقت بكون احنا خفقنا باقي المكونات الكيك. بيجات بدي كسر 3 بيض، بدي احط عليهم رشة فانيليا والسكر. هلا بدي بلش اخفق البيض والسكر. هلأ صار فيني ضيف الزيت، نص كوب زيت، هلأ منجيب الحليب والتمر اللي هن انتقعوا حوالي 10 دقايق، بدي كمان اضربهم بالبلندر أو بأي خفاق عمود عندكم. هلأ بدي اضيف خليط الحليب والتمر فوق خليط البيض، بخفقهم سوا. هلأ بجات تاني بدي أخد كبايتين طحين، بدي اضيف كمان الملعقتين بيكنج باودر فوق الطحين مع الطحين.
وبنخلهم. هلا هيك الطحين صار جاهز، بيبقى بس اخلط الخليطين سوا. رح ابلش ضيفهم شوي شوي بالتدريج لياخذ كل الخليط سوا. هيك صار جاهز عنا الخليط لنحطه بالقالب. هلا كيك صار جاهز عندي، هيدا السماكة. هلا انا حاستعمل قالب التارت. جيبوا القالب الارضه مش متحركة، بيجي له قاري من تحت مفتوح عشان بدي بس طبه، بدي هون عبيه صوص طوفي. حاستعمل هيدا، بيعمل لي هيدا المقدار، بيعمل لي قالبين من هيدا القالب. طبعا اذا هيدا مش متوفر عندكم تقدروا اي قالب عندكم الومنيوم، اي قالب بيمشي الحال. كمان دهنته زيت ورشيته طحين، بدي احط ورقه زبده بارض القالب، بتساعدني بس بدي اشيله انه ما يكون ملزق معي. هلا رح اسكب انا نص المقدار هون لانه هن بيطلعوا مقدارين، بيطلعوا قالبين. وهيك بيصير جاهز معنا ليدخل على الفرن. حولع الفرن بس من تحت، بتولعه من تحت وبتحطوا بتحط القالب على الصينية بالوسط لمدة بين حسب كل فرن، ما حدد لكم مدة حسب فرنكم، بس خلوا عينكم عليه يعني. هلا كيكاتنا الحلوين صاروا جاهزين معنا، طلعناهم من الفرن. هيدا طبيته جهزته، بشيل الورقة الزبدة اللي حطيناها بأرضه. هلا بدي بلش بصوص التوفي عشان زين فيه الكيك. هاخد كوب سكر حطه على النار المقلاية، بدون ما مضيف اي شيء عليه، نتركه هيك على النار لحتى يبلش يتكرمل عندي السكر، ساعتها بصير فينا نحرك شوي. هلا السكر عندي بلش يتكرمل، فالمفروض بلش حرك فيه. خففوا النار، تبغوا يحترق يصير بمرمر. هلا بهالمرحلة في يضيف الزبدة. هلا دابت الزبدة معي، صار في يضيف الحليب، والحليب خليكم سخن عشان ما يفور كتير معاي. هلا حاستمر بالتحريك لحتى يدوب معي كل هيدا السكر اللي هون. هلا بعد ما ذاب عنا كل السكر، حضيف معلقه النشا والحليب اللي انا مذوبتهم سوا. النشا رح تخليها شوي هيك تشتد وتمسك اكثر. وهيك صار جاهز معانا صوص التوفي. هلا اذا بقي شوي كباتيل صغيره مش مشكله، بنقدر نصفيهم احتياطا، نسكبه فوق القالب دغري.
هلا من بعد ما سكبنا صوص التوفي عليه راح بلش زين بالقشطة. انا قشطة هي علبة القطر اللي عندكم بتقدروا. هعمل خطوط. وهيك انا راح اكفي تزيين هلا، ويعطيكم العافية والف صحتين.